هنا من ولاية خنشلة بالشرق الجزائري، وعبر هذه السلسلة الجبلية ينظم هؤلاء الشيوخ والكهول مع نهاية كل أسبوع رحلة سياحية استكشافية تقودهم للعديد من المناطق التاريخية منها والسياحية بدرجة أولى. في هذه الصبيحة المباركة هذه إن شاء الله راح نقوموا بخرجة المنطقة اسمها الحويرة في جبال عين ميمون بالضبط شند قومة مع هذه الوجوه النيرة هذه. اليوم رانا في خرجة مليحة لجبال الحويرة مع أعضاء النادي والسياحة والرياضة الجبلية. عندنا دي كيد اليوم معنا ان كيد تري 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 جون، سي لو بلو جون دو لاخر تاع المجموعة، بارك الله فيه، هو اللي قاعد يقيدنا ونتمتعوا بالجبال هذه المناظر الخلابة. أنا في عمري 74 سنة متقاعد من التعليم، وأني لقيت الراحة في المجموعة السياحية. الرحلة بقدر ما كانت سياحية، غير أن النادي يعمل على استغلالها في رياضة المشي بإشراف من مختصين في الرياضة الجماعية. الخدمة نتاع الطلعة، أنا سوليسيتي لي كويس تاعنا لي كوادريسبس و سورتو ثاني الكوتي لومبر كوتي تاع الظهر لتحت، هادو بلايص اللي يخدموا بزاف. في الهبطه سي لو كونترير، الهبطه سي لو كونترير. وخلال هذه الرحلات ينظم النادي جلسات في الهواء الطلق مع ودباء وشعراء للاستمتاع بكلماتهم. السياحة الجبلية، شقيتوا جبال وديان وشفتوا المناظر الطبيعية، شفتوا الصنوبر والبقنون الفتان وجمال ورهنة الشهرة عالمية. هذه الرحلات السياحية بمناطق عديدة بولاية خنشلة تبقى بمثابة المجال الوحيد للترويج للسياحة المحلية أو الداخلية في ظل غياب نشاطات رسمية تساهم في ذلك.